أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العلي العظيم. أنا شيعي موالي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. العقيدة الأساسية موجودة، هل أحتاج أن أرقي عقيدتي بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ بعض النقاشات التي تدور في درجة معرفة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما هو الداعي منها؟ إذا كنت غير معتقد بأن أهل البيت، أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هي الواسطة في كل الفيض، ولكن أعتقد بأهل البيت، ألست أنا شيعيا؟ أصل العقيدة موجود، يكفيني هذا المقدار. ما هو الداعي من النقاش والحديث في مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لا، العمر قصير جدا جدا جدا، أحتاج أن أرتقي في هذا العمر القصير. أولا، تعظيم أهل البيت تعظيم لله عز وجل. كلما ازداد معرفة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ازداد تعظيما لله عز وجل. أنا أعظم الله، ولكن ألا أسعى في التعظيم الأكثر لله عز وجل؟ في معرفة مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تعظيم لخالقهم، تعظيم لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: وما قدر الله حق قدره. لماذا ما قدر الله حق قدره؟
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هؤلاء الذين ينكرون وجود واسطة في شيء جعل الله سبحانه وتعالى بينه وبين الخلق واسطة، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، تعظيمهم لله فيه مشكلة. الله عز وجل جعل في هذا الموضوع واسطة، أنزل الله عز وجل على بشر. يعني ماذا أنزل الله على بشر؟ يعني جعل بينه وبين الناس واسطة. هؤلاء الذين ينكرون الواسطة في شيء جعل الله سبحانه وتعالى فيه الواسطة، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، تعظيمهم لله فيه مشكلة. فإذا كان، أنا أقول إذا كان أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام واسطة في كل الفيض، وأنا أقول أنا لا أعتقد بهذه العقيدة، عندي مشكلة في تعظيم الله سبحانه وتعالى. نعم أصل التعظيم موجود، ولكن في درجة هذا التعظيم. فيلزم أن أبحث، نعم يلزم أن أبحث، أرى أن هذه العقيدة صحيحة أم لا. ثانيا، كلنا، كل مؤمن يعترف بأنه بالنسبة إلى معرفة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عنده نقص. كلنا نحن نعرف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام معرفة كاملة، حتما لا، أنا عندي نقص في هذا المجال. كلنا، كل إنسان مؤمن مهما كانت معرفته عالية وعظيمة، فإذا كان عندي نقص لماذا لا أحاول أن أقلل هذا النقص؟ معرفة عندنا، أصل المعرفة موجود، أصل العقيدة موجود، هذا أصل موجود. العقيدة درجات، المعرفة درجات، أحاول أن أصعد. شخص عنده 10 دنانير يتاجر ب10 دنانير، حصلت له فرصة أن يتاجر بمليون دينار، يرفض؟ لماذا ترفض تاجر بالمليون دينار؟ أنت بهذه المعرفة التي عندك تدخل الجنة إن شاء الله بفضل الله عز وجل وبشفاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في الجنة أين مقامك؟ ألا تريد أن تصعد في الجنة؟ حاول أن تعرف أكثر. شرط أساسي في مقامات الجنة درجات المعرفة. ثالثا، لماذا الهروب من الحقائق؟ أنا لا أقول اقبل شيئا بدون قناعة، أقول البعض المشكلة يهرب، لا يريد أن يدخل في هكذا نقاشات. لماذا؟ إن كانت حقائق اقبلها، إن لم تكن حقائق ارفضها. لماذا الهروب؟ هذه حقيقة أن أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هي الواسطة في الخلق أم لا؟ إن كانت حقيقة اقبلها، إن لم تكن حقيقة ارفضها. لماذا تهرب من أصل النقاش؟ لا أريد أن أفتح هذا النقاش. أنا حتى من بعض المؤمنين سمعت، بعض المؤمنين المتدينين يقول أنا لازم أعتقد بهذه العقيدة، إذا ما أعتقد بهذه العقيدة لست شيعيا. نعم شيعي، ولكن ما دام توجد حقائق لماذا أنت تريد أن تغمض عينيك؟ هذا ثالثا. رابعا، وهذه مشكلة، الرابعة مشكلة، خوف الإفراط في محبة أهل البيت، في معرفة أهل البيت. هذا خوف، الإنسان يخاف أن يفرط. صحيح، خوف في محله، المحب قد يسقط في الإفراط، ولكن كثيرا وكثيرا وكثيرا من الناس
في كثير من الحالات من خوف السقوط في الإفراط يسقط في التفريط. من خوف أن يفرط أن يقول في أهل البيت شيء أعلى منهم يقول فيهم أقل منهم، أقل من مقامه. التفريط ظلم، التفريط ظلم. بعبارة جدا واضحة، شخص تريد أن لا تعطيه أكثر من حجمه تعطيه أقل من حجمه، تريد أن لا تعطيه أكثر من حقه تعطيه أقل من حقه. إعطاؤك أقل من حقه هذا ليس ظلما له، ظلم هذا. أنا أريد أن لا أفرط، لا أكون إفراطي في محبة أهل البيت، هذا حسن. لا تسقط في التفريط، التفريط في محبة أهل البيت ظلم. لا تنزلهم عن مقامهم في عقيدتك، هم في مقامهم لا ينزلون. من الخوف في الإفراط نقع في التفريط، والتفريط ظلم، ظلم لأهل البيت. أنا لا أقول اقبل كلامي، أنا لا أقول أسقط في الإفراط، أنا أقول افتح عينيك، ابحث عن الحقائق، عندما يدور نقاش استمع للنقاش. وصلت إلى نتيجة أن هذا المعرفة، هذا المقام تام اقبله، وصلت إلى نتيجة أنه غير تام لا تقبل. لأنك من البداية تغلق الباب. التفويض وثم التفويض، أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى محمد وآل محمد أمر الخلق. حسب تعبير الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، الإمام يقول في كل شيء، والله في كل شيء. هنا نقطتان، النقطة الأولى فوض إليهم أمر الخلق، معنى ذلك أنهم كانوا قبل الخلق. شخص أو شيء يوجد يخلق بعد الخلق لا يتمكن أن يكون مفوضا في أمر الخلق السابق عليه. هل أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانت قبل الخلق؟ بالتأكيد، بالقطع واليقين. لماذا أقول بالقطع واليقين؟ للتواتر، تواتر الروايات الشريفة. الله عز وجل ابتدأ الخلق بأنوارهم. القرآن الكريم يذكر في قصة خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود لآدم وامتناع الشيطان من السجود، امتناع إبليس من السجود لآدم. الله عز وجل قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت، يعني أستكبرت، أستكبرت، استكبر فعل، أستكبرت أم كنت من العالين. الملائكة أمرت بالسجود لآدم، أنت ما سجدت لماذا؟ أحد احتمالين، الآية هذه تبين، أحد احتمالين، إما أنت استكبرت
أو الاحتمال الثاني أنك من الفئة العالية التي ما أمرت بالسجود لآدم. أي الخيارين؟ الآية واضحة، هناك أشخاص ثلاثة أو أكثر. لماذا؟ لأن العالين جمع، الجمع أقله ثلاثة فئة. هؤلاء عالون حسب تعبير القرآن الكريم، الله عز وجل عبر عنهم بالعالين. هؤلاء كانوا آنذاك ما أمروا بالسجود لآدم. من هؤلاء؟ في ذاك الوقت ما كان غير الملائكة. الملائكة بالتأكيد بصريح القرآن الكريم أمروا بالسجود لآدم. من هم العالون؟ الرواية الشريفة واضحة، حتى أصلا غير الرواية الشريفة، ببعض الأدلة العقلية، الجمع بين القرائن، العالون بصريح الروايات الشريفة هم أنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. كانوا آنذاك؟ نعم كانوا، القرآن يقول أنهم كانوا. طبعا صريح الروايات الشريفة المتواتر من الروايات الشريفة هذا واضح أصلا في مصادر الفريقين. طبعا بكم فتح الله وبكم يختم الله، روايات روايات صحاح قلت متواترة الروايات الشريفة التي تبين أن الله عز وجل ابتدأ الخلق بأنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. السؤال الثاني وهو الأهم وهو الذي يرعب ويخوف البعض من الناس لكي لا يدخلوا إلى هذا النقاش، لكي لا يبحثوا عن هذه النقطة، أنه أليس هذا شركا؟ التفويض في أمر الخلق أليس شركا؟ مفوض يعني بيده كل شيء، بيده كل شيء، هذا ليس جعلا لمخلوق في مقام الله سبحانه وتعالى. جعل لمخلوق في مقام الله هذا شرك. التفويض ليس شركا؟ التفويض له معاني، بعض معاني التفويض نعم شرك، شرك واضح. ما قالته اليهود، قالوا يد الله مغلولة، الله عز وجل رد عليهم قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قالوا أنه حسب زعمهم أن الإله، هذا ليس إلها طبعا، هذا الذي يتحدثون عنه، خلق هذا الخلق ثم فلت الخلق من يده، أو أفلت هو من نفسه، أفلت الخلق من يده. هذا كفر، هذا شرك. كفر وشرك ناهيك عن الأدلة اللفظية، عن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. أصلا بالأدلة العقلية هذا باطل، هذا يستلزم التناقض بالأدلة العقلية التي ذكروها، يستلزم أن الشيء موجود ومعدوم بتفصيل. بعض الغلاة الذين قالوا شبيه قول اليهود، قالوا بأن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جلس يستريح، العياذ بالله تعالى، هذا كفر، بل هذا الشرك. أما ما يقوله الشيعة في نظرية التفويض فهو بالتأكيد ليس شركا، لا أقول أكثر من التأكيد، هو بالبداهة، لاحظوا أقول بالبداهة ليس شركا، بديهي. يعني الذي يقول إن هذه النظرية شرك إما لا يفهم معنى كلمة الشرك أو لا يفهم ما يقوله الشيعة في التفويض. يعني هو يفسر كلام الشيعة بتفسير من نفسه ثم يرمي الشيعة بالشرك. غير هذين الاحتمالين لا يوجد، إما لا يفهم معنى الشرك، شرك يعني ماذا، إما لا يعرف ماذا يقول الشيعة. الشيعة ماذا يعتقدون في نظرية التفويض؟ النظرية التي وردت في متواتر الروايات الشريفة،
قلت لكم الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث يقول بالنسبة للتفويض في كل شيء، النبي صلى الله عليه وآله مفوض، يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في كل شيء والله في كل شيء. هذه النظرية ماذا يقول الشيعة في هذه النظرية؟ الشيعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى فوض أمر الخلائق إلى محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بمعنى أنهم استقلوا عن قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا المثال أظن أنني ذكرته شبيه هذا المثال سابقا. أنت تخرج من هذا المكان بعد دقائق، تذهب تركب في السيارة، تشغل السيارة، تقود السيارة إلى دارك، تذهب هناك تأكل تشرب تنام أي شيء تصنع. هذه قدرات موجودة عندك الآن، تتحرك تسكن تعمل تترك، أنت باختيارك تنام أو لا تنام، تأكل أو لا تأكل، تمشي أو لا تمشي. هذه قدرة، هذه من أين؟ أليست من الله سبحانه وتعالى؟ بلا شك. هذه القدرة التي هي من الله سبحانه وتعالى إن اعتقدت أنها موجودة عندك خلاص، الله عز وجل أعطاك قدرة وخلاص، الله عز وجل ليست له سلطة عليك، هذا كفر بل شرك. هذه القدرات العادية، هذه الحركات العادية، نمشي نأكل نشرب نركب في السيارة نتكلم. أما إذا اعتقدت كما هي العقيدة الصحيحة أن هذه القدرة موجودة عندك وفي كل لحظة لحظة أنت تمد من الله سبحانه وتعالى، إذا قطع الله عز وجل الإمداد عنك لحظة واحدة لا تتمكن أن تصنع أي شيء، إذا كنت تعتقد هذه العقيدة كما هي عقيدتنا، هذا عين التوحيد. نحن نرى أن النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام مفوضون، مفوضون بهذا المعنى، الله عز وجل جعل القدرات عندهم مفوض، كما أنني مفوض في حركة يدي، كما أنني مفوض في المشي، الله فوضني في المشي، أنا أتمكن أن أمشي باختياري. بنفس المعنى الله عز وجل فوض أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أمر الخلق، وفي كل لحظة لحظة يوجد إمداد من الله سبحانه وتعالى لهم. يعني لو أقول لو هذا لا يحصل، لو قطع الله عز وجل إمداده عن أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لحظة واحدة لا يتمكنون أن يصنعوا شيئا، هذا شرك، هذا عين التوحيد. عندما أقول لكم إما لم يفهموا معنى الشرك أو لم يفهموا ما يقوله الشيعة، لا يوجد شيعي يقول أنهم باستقلالية يعملون، لا، إمداد مستمر بالضبط مثل الإمداد الذي يكون لأي مخلوق في أي حركة، أنا باختياري أعمل ولكن اختياري مربوط بقدرة من الله سبحانه وتعالى، إذا قطع الله سبحانه وتعالى هذه القدرة عني لحظة واحدة لا أتمكن أن أصنع شيء، هذا المعنى شرك، هذا المعنى عين التوحيد. نظرية التفويض عند الشيعة هذا فيه إشكال، أن الله عز وجل فوض أمر الخلق أمر كل الخلائق إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول ذاك الفقيه الشاعر عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: سبق الكون جميعا في الوجود، الله عز وجل بدأ الوجود بأنوارهم، سبق الكون جميعا في الوجود وطوى عالم غيب وشهود. كان في عالم الغيب، هو في عالم الشهود، شهود اليوم. كل ما في الكون، كل ما في الكون، خذه على
العموم والشمول، كل ما في الكون من يمناه جود. من كيف إذ هو الكائن لله يدا، أمير المؤمنين يد الله، ليس يد الله كما يزعم الآخرون أن الله عز وجل جسم. سبحان الله عما يصفون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله ليس جسما، ما عنده يد. يد الله بالمعنى الصحيح لكلمة يد الله، سبق الكون جميعا في الوجود وطوى عالم غيب وشهود، كل ما في الكون من يمناه جود، إذ هو الكائن لله يدا ويد الله مدر الأنعم. أختم كلامي بحديثين شريفين مختصرين، حديث عن علمهم صلوات الله عليهم، حديث عن عملهم صلوات الله عليهم، حديثين مختصرين. الحديث الشريف الأول بسند صحيح أعلائي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال الإمام الرضا يقول صلوات الله عليه، قال أبو عبد الله وأبو جعفر وعلي بن الحسين والحسين بن علي والحسن بن علي وعلي بن أبي طالب، كلمة قالها ستة من المعصومين صلوات الله عليه، وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه، البقية من المعصومين أيضا لعلهم قالوا هذا الكلام، المقام واحد طبعا. قال أبو عبد الله وأبو جعفر وعلي بن الحسين والحسين بن علي والحسن بن علي وعلي بن أبي طالب، ماذا قالوا؟ قالوا والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة. الله ما هي تلك الآية؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أهل البيت عندهم علم الكتاب، الله عز وجل عنده أم الكتاب، مصدر الكتاب، المصدر بيد الله، نعم بيد الله، ولكن أهل البيت عندهم علم الكتاب. الرواية صحيحة السند بسند صحيح أعلائي، طبعا هذا المعنى موجود في روايات شريفة أخرى أيضا صحاح. رواية شريفة أخرى في عملهم عن المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال، طبعا هذه المعاني عندنا واضحة ولكن تبركا أقرأ هذه الرواية الشريفة، قال عليه الصلاة والسلام: أنا قسيم الله بين الجنة والنار، لا يدخلها أو لا يدخلهما داخل إلا، نفي وإلا تفيد الحصر، يعني كل من يدخل الجنة وكل من يدخل النار، هذا معنى العبارة لا إلا، نفي وإلا، لا يدخلها أو لا يدخلهما داخل إلا على حد قسمي. قسمي يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد. قسمي قسم مصدر يعني تقسيمي، لا يدخل أحد الجنة أي شخص كان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ندخل الجنة، أن نكون من أهل الجنة. لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل النار أحد إلا على حد قسمي، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمني أحد إلا أحمد. وإني وإياه لعلى سبيل واحد إلا أنه هو المدعو باسمه. إلا أنه هو المدعو باسمه، إما معنى هذه العبارة أنه فقط الاسم يختلف، هو محمد وأنا علي. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
والبعض احتمل أن هذه الكلمة بمعنى أنه هو المدعو باسمه أي بوصفه نبيا ورسولا. الفارق بيني وبينه هو رسول، أنا لست رسولا في بقية الكمالات، في بقية المقامات، في بقية الأفعال والأعمال، نحن سواء. أبارك لكم الذكرى السعيدة الكبرى لمولد حجة الله العظمى مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي تشرفت الكعبة المشرفة بمولده فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.